بعد كثرة المطالبات بإلغاء أو تخفيف القيود المفروضة في العراق لمواجهة جائحة كورونا، جددت وزارة الصحة والبيئة تأكيدها على أن البلد ما يزال ضمن دائرة الخطر رغم الانخفاض النسبي في معدل الإصابات والوفيات وارتفاع معدلات الشفاء في الأيام الماضية. على الرغم أن الوضع الوبائي مستقر لحد هذه اللحظة، إلا أننا ما زلنا في مرحلة الخطر، ما زال الفيروس قائم، نحتاج تلقيح أكثر من 60% من سكان المجتمع للوصول إلى المناعة المجتمعية اللي بعدها ممكن أن نقلل من الإجراءات المفروضة على المواطن وعودة الحياة إلى طبيعتها بالتدريج. وبينما تتحدث الوزارة عن خطتها لرفع نسبة المتلقين للقاح إلى 60%، لا تزال أعداد الملقحين في العراق منخفضة جدا بنسبة لم تتجاوز 2% حتى الآن، رغم مرور أكثر من 3 أشهر على بدء حملة التطعيم في البلد. إن معدل التطعيم في العراق ضد كوفيد-19 هو معدل متواضع جدا، لا يوجد سبيل آخر للعودة بالحياة إلى سابق عهدها نهيب بالأخوة المواطنين مراجعة مراكز التلقيحات من أجل أخذ اللقاح. وأبرمت وزارة الصحة تعاقدات مع شركة فايزر بيونتك المصنعة للقاح المضاد للوباء لشراء نحو 12 مليون جرعة يتم توزيعها خلال العام الحالي، منها 500,000 جرعة ستصل نهاية الشهر الجاري، فيما تصل بقية الجرعات تباعا خلال الأشهر المقبلة. لبرنامج بالعراقي، حيدر الجابر.